هعمل كده. طيب انا كده حددت البوردر وقدرت اغير في اللون بتاعه والشكل بتاعه بالشكل ده. في بوردر ده الديفولت بتاعه بقى، حاجه اسمها بوردر نان، ده الديفولت. لو انت ما كتبتوش هو بوردر نان مفيش. طب امتى استخدمها دي؟ وليكن مثلا بص يا باشمهندس انا عايز بوردر من كل النواحي، عملت بوردر من كل النواحي، عايز اكبر الوتس بتاعه 5 بكسل مفيش مشكله. البوردر، بس انا عايز في من الناحيه دي نان بوردر داش ليفت، بوردر داش ليفت بوردر داش ليفت ستايل نان، من النواحي كلها سوليد و5 بكسل، بس من الناحيه الليفت الستايل بتاعه ايه؟ شو عملت ايه؟ انا لغيته من حته بس خليته من الناحيه الثانيه. فانت ممكن تخلي بوردر نان في ناحيه وفي ناحيه ثانيه كذا. ده الشورت كات بتاع مين؟ بتاع البوردر. ما هو الديفولت لو ما كتبتش خالص هو نان. لو عملت الديفولت نان لكله خلاص ده هو نان كده خلاص موجود. ممكن تقول له بوردر نان وبوردر من ناحيه واحده بس، قصدك كده مثلا صح؟ ما احيانا تحتاج حاجه زي كده ان انا عايز بوردر من الناحيه دي بس مش عايز لونه ده، عايز لون البلو. ليه ما ظهرش؟ بوردر ليفت ستايل دي تاخده ستايل بس، انت تقول له بوردر داش ليفت بس، ستايل انت هتحط ستايل، كلر يبقى تحط كلر، ويتس يبقى تحط ويتس، ولكن لما تقول له بوردر ليفت يبقى ياخد الثلاث قيم الشورت كات. بص يا شباب انا اسف انا الحته دي، بوردر ستايل دي بتاخد هنا ستايل بس، بوردر كلر بتاخد هنا ايه؟ بوردر ويتس تاخد ايه؟ لكن لما اقول بوردر بس تاخد ايه؟ ثلاث قيم، بس انا عايز اقول له بوردر داش ليفت. لو انت قلت له بوردر داش ستايل ما ينفعش هنا تحط غير ايه؟ غير الستايل بتاعك بس، لو قلت له بوردر داش كلر يبقى ما ينفعش تحط غير ايه؟ كلر بس، لكن انا اقول له بوردر بس ليفت واقدر احط الثلاث قيم كشورت كات. فانا قلت له ايه؟ بوردر ليفت سوليد وبلو وخمسه بكسل. قال يحصل انت لما تيجي تطبق الدبليو سي سكول واقول لك اعمله بس مش دلوقتي يعني قدام في التاسك بتاعك هتحتاج الحته دي. شايف دي؟ شايف البوردر اللي من الناحيه دي؟ هتحتاج تعمل حاجه زي كده. احيانا بعض المنيو تيجي تلاقي اللينك البوردر من الناحيه دي. بوردر داش اي ليفت، بوردر داش اي رايت. سهل البوردر ولا صعب؟ سهل ولا ايه؟ طيب ده من الريز البوردر. لو انت مسحت الليفت ليه؟ يبقى البوردر من كام ناحيه؟ لحد كده في مشاكل؟ في زي البوردر كده حاجه اسمها اوت لاين، حاجه اسمها مين؟ بوردر للبوردر. حد فاهم حاجه؟ بتاخد نفس القيم سوليد ويلو و2 بكسل. بوردر للاطار البوردر، حد شافها؟ يعني بوردر فوق البوردر نفسه، اوت لاين ده بوردر فوق ايه؟ فوق البوردر بنفس الخصائص ونفس كل حاجه والسوليد وكذا وكذا نفس الكلام. وممكن تعمله من الناحيه اليمين بس ومن الناحيه الشمال بس، اسمه اوت لاين. نادرا لما تستخدمها بس تبقى عارف ان في حاجه اسمها اوت ايه؟ الانبوت نفسه بياخد اوت لاين، لما تيجي تضغط عليه كده بيظهر لك اوت لاين كده. الانبوت لما تيجي تكتب فيه يعمل لك فوكس كده يظهر لك خط كذا، يعني انا عارفه قدام دي. ده حاجه ثانيه دي. لا مش دي. اللينك بيظهر تحتها؟ ده تكست كريشن لاين، الخط اللي تحتها ده حاجه تانية. طيب في اي مشاكل في الاوت لاين ده اعرفوه بس، يعني انا حتى هحطه في الكومنت. اللي انا مش عامل له كومنت ده هو اللي فارق معايا، زي ما احنا خدنا شويه حاجات كتار جدا في الباك جراوند ايمج. في الاخر ايه كان يفرق معايا الثلاث حاجات اللي قلت لكم عليهم، باك جراوند ايمج، باك جراوند سايز، باك جراوند بوزيشن بس، ولا تشمل الاربع دول خالص. ما ده اللي نعرفه، بياخد من الاي ويتس بتاعت الحاجه اللي بره، انا عايز اخد من جوه نعرف قدام دلوقتي. ازاي انا ادي خصائص اسمها بوكس سايز موديل، بوكس سايز بوردر بوكس. طب خلينا دي بس عشان لخبطش الناس،
ده البوردر. حد عنده مشاكل في البوردر؟ حد عنده مشاكل في البوردر؟ طيب في حاجه متعلقه بالبوردر اسمها ملهاش علاقه بالبوردر قوي بس هي يعني هي بتعمل بوردر برضو. حاجه اسمها بوردر ريديوس. هيسميه بوردر ريديوس يعني الكيرف بتاع البوردر. لو انا قلت له بوردر ريديوس 5 بكسل، عارفين البوردر ده؟ شايفينه طه؟ اه قلت له 5 بكسل. حد لاحظ حاجه؟ لما نزودها شويه ممكن تلاحظوا 50 بكسل. خلاص بس انا مش هزودها كده، اقول له 20 بكسل. شايفين اللي هو ايه؟ حصل ايه؟ كيرف اهو من الناحيه دي، وكيرف من الناحيه دي، وكيرف من الناحيه دي، وكيرف من الناحيه ايه؟ طب انا عايز من ناحيه واحده بس. ايوه اكيد احدد صح؟ مش قصه يعني اكيد ايه؟ احدد. بس هنا الكيرف بتاعنا لازم يكون جنبين. اصل بص الكيرف ده لا اما من التوب وليفت، لا اما من التوب ورايت، لا اما من التوب واما من التوب. فاهم قصدي؟ ما هو ده الاطار اللي هو الكيرف. ما هو الكيرف مالك جنبين، الجنب ده والجنب ده، الجنب ده والجنب ده، الجنب ده والجنب ده، صح ولا ايه؟ فانا عايز اعمل كده بقى. اسمها بوردر ايه؟ قال لك بوردر، بوردر داش ريديوس. بس بدل ما تقول له داش ريديوس قول له ريديوس توب ليفت. توب ايه؟ 20 بكسل. كده حد عارف معناه ايه؟ من التوب وايه؟ شايفين الشكل بتاعها؟ وممكن ازودها 50 بكسل. هل يحصل دلوقتي؟ تبان مع الصور احسن. مع الصور يعني انا لو عندي صوره، في صوره هنا ولا ايه؟ ما عنديش صوره هنا؟ طيب تعالى اعملها مع الصوره. ايمج. ازاي اعرض ايمج؟ اقول له ادخل جوه ايمج، ادخل جوه الصوره اللي هي 3 3 3. شايفين الصوره دي؟ عايز اديها كلاس، اقول له ايه؟ كلاس اسمه مين؟ ما ايمج. ازاي ارد عليها في السي اس اس؟ اقول له ايه؟ تعالى اطلع بره دي بقى، ده بره ده، اطلع بره اقول له ايه؟ دوت ماي ايمج. عايز اديها بوردر ريديوس، اقول له بوردر داش ريديوس 20 بكسل. تعال نشوفها كده الاول، تعال نشوف الصوره الاول. اه طبعا الويتس بتاعها بياخد الويتس اللي هي نازله مع الانترنت باي ديفولت. لو هي واخده 1000 2000 تاخد، فانا بحجمها بحاجه اسمها مين؟ واقول له 300 بكسل. ويتس 300 بكسل اللي حصل؟ اهي تمام؟ في بوردر هنا كده افصل بين دي ودي كده. اتش ار دلوقتي، اتش ار دلوقتي، اتش ار دلوقتي. انا كده هاخد حاجه اسمها مارجن دلوقتي. اه بص شايفين الصوره؟ في زي اطار كده صح؟ شايفينه ولا ايه؟ طيب في بقى تقدر تقول له بوردر الويتس بتاعها كام؟ يبقى النص بتاعها كام؟ يبقى اقول له بوردر ويتس كام؟ 150 بكسل. فيعمل بوردر 150 بكسل. ناخد الشكل ده. طيب يا باشمهندس انا ممكن اقول له 50%. 50 ايه؟ اعمل لك الشكل ده افضل. طب بالظبط اهو. اعمل لك شكل بيضاوي صح؟ طب بس يا باشمهندس ايه ليه ما خدتش الشكل دائري؟ اقول لك لان الهايت مش قد الويتس. طب ما تخلي الهايت قد الويتس يا باشمهندس. الويتس ده كام؟ يبقى الهايت كام؟ مثلا يبقى كده الهايت 300 والويتس 300. فكده يظهر ايه؟ الشكل مش بيضاوي، الشكل دائري. تمام؟ لو خليت ده كده 200 وده 300، هل ده الويتس قد الهايت؟ فيظهر الشكل ايه؟ مش دائري قوي. لكن لو خليته هنا 200 و200، وده اللي بتشوفوه في السوشيال ميديا او في الفيس او كذا، تلاقي الصوره واخده شكل ايه؟ بيضاوي. ايه اللي بيعمل كده؟ حاجه اسمها بوردر ايه؟ بيدوس 50%. بوردر بيدوس 50 ايه؟ في المية. طيب ينفع يا باشمهندس اعمل لها بوردر؟ ينفع نعمل لها بوردر ولا لا؟ بوردر داش سوليد. بوردر نقطتين سوليد. يا شباب في فرق بين البوردر وبين البوردر ريديوس. البوردر ريديوس اللي هو الكيرف، ولكن البوردر السوليد اللي انا بقوله ده ده الاطار. طب ممكن اغير لونه؟ اغير السوليد ده؟ اغير لونه ازاي؟ اجي اكتب جنبه واقول له ايه؟ اللون باي ديفولت بياخد لون. هنشوفه دلوقتي. طب انا عايز اكبر انتوا شايفين البورده الصغير شويه، عايز اكبره شويه، اعمل ايه؟ 5 بكسل. سهل الموضوع ولا ايه؟ عايز اكبر، معاك الحريه ان انت ايه؟ تكبر
البورد بتاعك. وممكن تخليه لونه ابيض، بس اللون الابيض كده هيبدا ايه، انه مش هيبان، لان الخلفيه بتاعت البادي ابيض، ولكن الخلفيه بتاع البادي لو هي واخده خلفيه مختلفه شويه تظهر. صح، غيرت الخلفيه بتاع البادي، شايفينه ولا ايه؟ كده واخده شكل ايه الطبيعي بتاعها بالشكل ده. ينفع تحط دي خلفيه لدفايه زي الخلفيه الباك جراوند، وهي الدفايه اللي تاخد ايه البوردر. كويس، كلام مظبوط ده، حلو، عشان ما يحصلش ستريتش للصوره الكلام ده كله. يعني الدفايه دي تعالى نديها باك جراوند، تمام. تعالى ازاي ندي باك جراوند للصوره دي؟ الدفايه دي، شايفين الدفايه دي؟ تعالى نمسح الكلام اللي فيها دي. ازاي ادي الدفايه دي او المحتوى بتاعها زيرو، لان احنا ما اعطيناش ايه هايت. انا هديها هايت، وليكن هايت مثلا 300 مين بيكسل. ازاي بقى ادي لها صوره؟ ازاي اديها صوره؟ في حاجه اسمها باك جراوند ايمج، مش عارف تعرفينها ولا ايه؟ تاخد من مين؟ يو ار ال، او خش مين؟ الايمج. ادخل جوه الايمج. هنا وجعنا في مغزك، وانا اللي كنت عايزه ده. صلاه الله، حلو السؤال ده، حلو السؤال ده اللي ما حدش ساله اصلا. طيب انا دلوقتي موجود فين؟ وانا عايز اجيب الصوره، ده الصوره ورا دوت دوت سلاش. طب ده الصوره مش هنا اصلا. ايمج سلاش، يعني انا كنت جوه في السي اس اس هنا، انا عايز اطلع بره دوت دوت سلاش، انا عايز اخش جوه. ملوني بقى اكتب ايه. حلو السؤال ده، السؤال اهو، اقول ادخل جوه مين؟ اهو ايمج سلاش، وليكن اخد صوره اهي، اهي الصوره دي. بس طبعا الصوره ظهر منها حته صغيره عشان الصوره كبيره، في حاجه كانت بتظبط السايز. باك جراوند ايه؟ تقدر له 100% او كفر 100%. 100 في ايه؟ الا يحصل كده؟ هل عايزين كنت عايز تعملها ايه يا هندسه؟ بوردر ريديوس 50%. في حاجه اسمها بوردر مين؟ بوردر داش ريديوس، بوردر داش ريديوس 50%. بس احنا هنشوف الشكل البيضاوي بس وهنظبط لك الويتس جاد لاين اهو بالشكل ده. اهو مثلا نصغر الهايت اهو 200، والويتس كام؟ 300، والويتس برضو خليها كام؟ 300. بس ده ايه؟ الويتس. وانت كنت عايز تعمل كده قصدك كده صح؟ انت كده؟ طيب كفر، وفي حاجه اسمها باك جراوند بوزيشن. حاجه اسمها باك جراوند ايه؟ عشان كده عملوا لك شورت كات اسمه باك جراوند، بتدي له يو ار ال، وبتدي له البوزيشن، وبتدي له الاربع قيم، تقول له بص ادي اليو ار ال، بعد ما تدي له ال تيجي تقول له ايه؟ سنتر، وتدي له كذا اللي كان بيسال على الباك جراوند. انت كنت عارف يعني ايه شورت كات؟ زي البوردر كده، بدل ما تكتب كده تكتب له باك جراوند، تدي له يو ار ال، تدي له سنتر، تدي له كفر، تدي له كفر، تدي له كل حاجه اهو كفر بالشكل ده، عشان تدي له كم قيمه بتاعته. طيب احنا عايزين ندي له باك جراوند ايه؟ داش مين؟ بوزيشن. عايزين نفوكس على مين؟ سنتر. سنتر سنتر هي سنتر برضه كده، اوضح شويه بالشكل ده، حتى الصوره ظهرت اصلا وضحت بالشكل ده. اي حاجه تقدر تكستمها وتزودها. وخلاص البورده ده اتشال بقى، مش عايزينه، مش عايزينه اهو، او غير ان احنا عايزينه كان ممكن يتغير لونه احسن، يبقى لونه ابيض بالشكل ده. ده شغاله وده شغال. ايه اللي خدناه النهارده؟ حاجه اسمها باك جراوند، وحاجه اسمها بوردر، وحاجه اسمها بوردر ريديوس. باك جراوند ده لون الخلفيه بتاعتي او الباك جراوند ايمج. بعد كده خدنا حاجه اسمها مين؟ بوردر.
بوردر، ازاي احط اطار بوردر، وقلنا البوردر ممكن اخليه من فوق من الشمال من اليمين من الرايت من اي حته. واخر حاجه حاسبه بوردر مين؟ ريديس. طب يا باشمهندس ينفع اعمل بوردر ريديس دي بدل ما هي واخده بوردر ريديس فين بس؟ بدل ما هي واخده بوردر ريديس 50%، انا عايز بوردر ريديوس داش، بدل ما هي بوردر ريديوس من جميع النواحي انا عايز بوردر داش ليفت ريديوس. بص بوردر ريديوس، بس انا عايز بوردر ريديوس بص توب ليفت، انا عايز كده من ناحيه ايه؟ من التوب ومن مين؟ هيعمل ايه؟ اللي هيحصل للصوره دي الدفايه دي شايف كده؟ احيانا ممكن يطلب منك سايت ان انا عايز يبقى شكل الدفايه كده، موضوع بسيط خلي بالك يعني. طب عايزه من الحته دي برضو ياخد من دي، اعملها ازاي؟ اعمل ايه؟ اخلي دي بدل ما هي كده اقول هنا مين؟ بوتوم رايت 50%، بقى شكل الفراشه. في مشاكل في كده؟ خلي بالك الشكل ده هتعمل بيه شغل حلو زي ما وريتك ويب سايت دلوقتي بتطبق فيه الباك جراوند. تعال نشوف سايت زمايلكم مطبقين فيه الكلام ده، مطبقين فيه الكلام. يعني الكلام اللي انا برضه هطبقه لحضرتك بس فيه في اكزامبل قدام. بص كده بس الناس اللي ما تعرفش هافر ما تزعلش يعني. بص كده شايفين الصوره لما ما هافر عليها كده، شايفين شكل الصوره واخده شكل الفراشه دي. هو كل اللي عمله ايه؟ عمل له عكس لما هافر عليها، لسه هناخد حته الهافر دي يروح يعكس ايه؟ يعني بدل ما كان البوردر كان من الناحيه دي ومن الناحيه دي، راح خليها من الناحيه دي ومن الناحيه دي، بحيث ان ايه؟ تحس ان انت ايه؟ شكل. احنا برضو هنوصل لمرحله ايه؟ هتعمل دي؟ اه طيب كويس. اتنين واتنين حلو جميل ان انت تشوف. خلي بالك لما تغذي عينيك بشويات ويب سايتس كده بيخليك تفكر في افكار كويسه لحد كده مشكلة. ولذلك انا كل شويه تلاقيني ايه بشرح حاجه اقول لك بص اهي، بشرح حاجه تلاقيني بص اهي بص اهي. الكلام المكتوب هيبدا مشكلته ان احنا لازم ناخد البادنج، الكلام هيبدا من هنا لسه هناخد البادنج دلوقتي. لو في كلام مكتوب فيها يجي عادي مفيش مشكله، بس ايه مش متظبط، مش متظبط احنا نظبطه دلوقتي. بس وليكن مثلا مكتوب ايه كلمه هلو اهو، شوف هلو هتيجي فين؟ شوف جاي فين؟ ولو كملت الكلام ده كتير هيجي. احنا بقى عايزين الكلام ده ما يجيش هنا، عايزين الكلام يجي في السنتر هنا في الحته دي صح؟ هو ده اللي هناخده دلوقتي. لحد كده في مشكله يا شباب؟ سهل البوردر؟ يبقى هنا اللي خدناها حاسمه بوردر، وحاسمه بوردر مين؟ ريديوس. والبوردر اقدر اخليه من اي ناحيه، والبوردر ريديوس اقدر اخليه من اي ايه؟ من اي ناحيه. طيب تعالى ناخد حاجه ثانيه الا وهي البادنج. تعالى كده نعمل هنا باراجراف، والباراجراف مكتوب فيه كذا 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 كذا، وتعالى نفتح الباراجراف ده ريفريش. شايفين الباراجراف؟ تعالى نادي عليه بقى يا باراجراف ونقول له يا باراجراف انت هتاخد بوردر عشان نشوف شكله. اهو تعالى كده ننزل تحت ونقول له باراجراف وندي له بوردر عشان نشوف شكله. خلاص عرفنا البوردر، فعشان لما اوضح حاجه اقول له بوردر على طول عشان نشوف الحدود بتاعته. اهو شايفينه. بعد كده بنمسح البوردر، ادي الحدود بتاع مين؟ بتاع البراجراف. طيب عايزين ندي له باك جراوند كده نحس بيه بس، باك جراوند جري او الجرين صح؟ طيب تعالى ندي له كلر لون وايت ابيض. صلى على سلم. اسال سؤال قبل ما احط الكلر ده، باي ديفولت حد عارف باي ديفولت البوردر بياخد لون ايه؟ لا لسه ما عرفتش. بقول البوردر بياخد باي ديفولت لون ايه؟ انتوا شايفين البوردر لون ايه دلوقتي؟ انا بسالك بقى البوردر باي ديفولت بياخد لون ايه البوردر؟ مش انت دلوقتي قادر تقول ايه البوردر ده لونه ريد صح؟ البوردر بقى لونه ريد. لو انا ما كتبتش ريد بياخد لون ايه؟ لا مش الاسود، ما بيخش ما بيخش ما هو زهر اهو ولونه اسود. خلي بالك دلوقتي بس مش الضفل ده، حد عارف؟
حسب لون التكست. ممتاز. ليه؟ تعالى مش هغير لون البوردر اهو، بس هقول ايه؟ يا كلر اللون بتاعك يلو. انا غيرت لون البوردر دلوقتي ولا غيرت لون الكلر؟ اللون بقى كلر والبوردر بقى ايه؟ بيبقى البوردر بياخد باي ديفولت لون التكست اللي مكتوب في الاليمنت اللي انت عامل له ايه؟ بوردر. وعلشان الديفولت بتاع اي اليمنت لو انت ما حطيتوش لون اسود فانت تهيج لك ان هو بياخد بوردر اسود، لا عشان هو لون اسود فالبوردر بياخد نفس ايه؟ اللون. وده الصح يا شباب، ان انت تبقى ملم ان انت تبقى البوردر بيتاخد من نفس اللون اللي انت بتكتب فيه عشان بيدي شكل جمالي احسن. ان انا مش بقى بيدي هنا لون اصفر وهنا لون لون تاني خالص، لا هو بيبقى بنفس الالوان يعني. طيب يبقى هنا لو حبينا نغير الكلر لو انا خليته ابيض اهو، ما تستغربش لو اللون البوردر اتغير معاك لان لون البوردر بيتاخد مع نفس ايه. طيب لو بصينا كده، لو انا عايز اغير طبعا البوردر عندك الحريه في كده، تقدر تقول البوردر لونه ايه؟ ريد. انت كده خلاص ظبطته. طيب لو بصينا الكلام بادئ منين؟ من بدايه مين؟ من اول البوردر كده صح؟ لكن عايز يسيب 3 4 بيكسل كده، يعني الكلمه تبدا من هنا. فقال لك ده بقى غير البوردر، حاجه ثانيه احنا كنا بنشرحها، بيقول احنا هناخد حاجه اسمها مين؟ بوردر. خلصناها دي. ثاني نوع ايه؟ ثاني خاصيه اسمها ايه؟ البادنج بقى. انت عندك البادنج هو تباعد المحتوى عن البوردر. تباعد المحتوى عن البوردر. قولها ثاني كده يا باشمهندس. تباعد المحتوى عن البوردر. اسمه بادنج. فتقدر تقول له بادنج داش ليفت 50 بكسل. حد قال دي معناه ايه؟ بادنج داش ليفت 50 بكسل. فساب من 50 بكسل من ايه؟ من الشمال. اكيد لو انا خليت دي 20 البادنج هيقل شويه صح؟ طيب لو انا قلت له بادنج رايت توب مثلا 20 بكسل، ايه اللي حصل؟ هننزل من فوق. طيب عايز من الباتوم اكيد في بادنج ايه؟ 30 بكسل من الباتوم 30 بكسل. توب تاني؟ باتوم. طب كام؟ طيب عايز من الليفت؟ بادنج رايت 20 بكسل كده يعمل ايه؟ 21 صح؟ الشورت كات بقى يا باشمهندس، احنا لسه مش هنكتب ده كله، كل حاجه لها شورت كات ما تقلقش. سيبك من ده كله، اكتب كلمه مين؟ بادنج بس اكيد يعني صح؟ بدل ما اقول بادنج ليفت بادنج بس. وتدي له الاربع قيم بتاعتك 10 بكسل مثلا، 20 بكسل مثلا، 30 بكسل مثلا، 50 بكسل مثلا. طيب يا باشمهندس، طب الرقم الاول بتاع مين؟ الرقم الثاني بتاع مين؟ الرقم الثالث بتاع مين؟ الرقم الرابع بتاع مين؟ صح؟ انتوا شوفوا كده الرقم الاول بتاع مين وهقول لك الباقيين بتاع مين. هنقول له 10 20 30 50. الاول بتاع التوب. الله ينور عليك. طيب حلو كده. هو فعلا بيبدا مع عقارب الساعه، مش عقرب الساعه الساعه 12 بتاعتك تبدا من التوب. اولك هنا التوب. وبيمشي مع عقارب الساعه. يبقى الرقم الاول توب، الرقم الثاني رايت، الرقم الثاني ماشي مع عقارب الساعه. يبقى احنا لو بصينا كده 10 20 30 40. طيب يا باشمهندس لو انا خليت دي 100 كده الطب بقى كام؟ عرفت منين؟ ان الرقم الاول الطب بيمشي مع عقارب مين؟ دي سهله ولا صعبه؟ ده البادنج. البادنج هو تباعد المحتوى عن ايه؟ عن البوردر. ان انا ابعد الكلام عن البوردر، ان انا اصبط اسيب من انا مسافه واسيب من انا مسافه. طبعا احنا مش هنعمل ده كله، احنا مثلا بنقول 10 بكسل 10 بكسل وهنا 20 بكسل. كده عملت ايه؟ 10 من فوق واسفل و20 من مين؟ شمال يمين. اهو بقت 10 من هنا وهنا و20 من هنا وايه؟ بيقول لك لو اللي فوق قد اللي تحت واليمين قد الشمال قال لك تستكفى برقمين بس، ده الشورت كات اهو. كده ادام هو رقمين في البادنج يبقى توب وايه؟ وبوتم. والرقم الثاني رايت وليفت. تعالى شوف كده في اي حاجه حصلت. يقول لك لو الاربع قيم زي بعض اكتفي بيها بس. كده هيحصل ايه؟ ان الاربعه كلهم هيبقوا كام؟
10 من جميع. لو انا عايز مثلا 50 من جميع النواحي او 30 اقول له 30 من جميع النواحي خلاص. يبقى انت بتعرف كل حاجه وبعد كده تشوف الشورت كات. الشورت كات يعني الحاجه المختصره بقى، وهتلاقيك انت بتكتب بالمختصر على طول. يبقى هنا ده لا عارف اللي احنا خدناه اصلا كله عباره عن كلمه بوردر وكلمه بادنج بس. ما هو ده، ما هو بس هم دول اللي خدناهم النهارده، وديك كنا واخدينها المره اللي فاتت اللي هي الباك جراوند. بس كنا واخدين الباك جراوند المره اللي فاتت اللي هي باك جراوند ايمج. بس لا بياخدها من حواليه، ما بياخدهاش من نفسه. ما بياخدهاش من الهايت بتاعه، يحتفظ بالهايت بتاعه. كويس كويس، السؤال ده كويس، السؤال ده السؤال ده كويس جدا. تعالى صل على رسول الله، همسح البادنج. همسح مين؟ لو انا عملت انسبكت اليمنت، ادي الباراجراف اهو، هو واخد بوردر 5 اللي انا عطاه له. شايفين الهايت كام؟ 36. تعالى احنا نعمل هايت بايدينا، نعمل هايت بايدينا، والهايت دي خليناها 200 بكسل. يبقى الهايت احنا عارفينه كام؟ حتى بص 200 بكسل. حلو، وادي الدفاي بس خلاها اقل من 200 شويه، خلاها 90 بكسل. الهايت بتاع الدفاي كده كده اهي 90 لحد كده في شكل. طيب لو انا جيت هنا كده جيت هنا كده رحت قلت له يا ريس انت هتاخد بادنج ايه؟ وعدده 50 بكسل، يا ترى هياخدها منين؟ هياخدها من 90؟ ياخدها من اللي حواليه اللي هو البادي الاب، ما ياخدهاش من نفسه. هيزودها على 90 بس الهايت بتاعه الوقت هو ايه؟ تعالى شوف كده نسبه، شايفين؟